وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن لموريتانيا، وده استعدادا لمواجهتهم الساعة 7 مساء بكرة في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 واللي بتقام بالمغرب. رحلة السفر استغرقت حوالي 8 ساعات للوصول لموريتانيا. نتحول بقى لنادي بيراميدز اللي خسر قدام نادي كونيا سبور التركي بنتيجة 1-0 في المباراة الودية، وده في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا استعداد لمباراة السوبر المصري بالإمارات. وفريق الزمالك كمان خسر قدام نادي زد بنتيجة 3-2 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على ملعب النادي في إطار الاستعداد لبطولة كاس السوبر المحلي. أخبار النادي الأهلي بقى أنه استألف تدريباته على ملعب التتش استعداد للسوبر المصري اللي هيقام في الإمارات خلال الشهر الجاري. مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وده عشان يتكلم معاهم عن البرنامج التدريبي وكل الأمور الفنية. اللاعبين عملوا جزء من التدريب وخاضوا جزء بدني وبعدها تدريبات متنوعة على الكورة، وده حرصوا خلالها على أنهم ينفذوا التدريبات أو التوجيهات اللي قالها لهم الجهاز الفني. احنا لسه مع اخبار النادي الاهلي، ولكن مع كرة اليد اللي فاز فيها فريق النادي الاهلي على فريق سي اف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في تاني مواجهاته ببطولة افريقيا للاندية المقامة في المغرب. وعالميا تأهل منتخب بوركينا فاسو رسميا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 بعد ما فاز على منتخب بوراندي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في افتتاحية منافسات الجولة الرابعة من التصفيات. بالنتيجة دي منتخب بوركينا فاسو موجود في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة و10 نقاط منهم جمعها من الفوز في 3 مباريات واتعادل في لقاء وسجل 10 أهداف وتلقى وقتها كمان 3 أهداف، لكن منتخب بوراندي موجود في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة 12 في تصفيات أمم أفريقيا ورصيده فيه 3 نقاط جمعها من فوز وحيد و3 خسائر وبقت حظوظه ضعيفة للغاية. ومنتخب النمسا اكتسح نظيره النرويج بنتيجة 5-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الحالية. بالنتيجة دي منتخب النمسا موجود في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وخسارة مباراة واحدة وسجل فيها 11 هدف وتلقى 4 أهداف. أما بقى منتخب النرويج موجود في المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وخسارة واحدة وسجل 6 أهداف وكمان اتسجل فيه 6 أهداف. أما منتخب إنجلترا حقق الفوز على نظيره فنلندا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات البطولة دوري الأمم الأوروبية. بيحتل منتخب إنجلترا وصافة المجموعة الثانية في التصنيف الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة واحدة. وآخر القائمة هنلاقي المنتخب الفنلندي اللي بيتزايل القائمة بدون رصيد خالص من النقاط. احنا كده خلصنا نشرتنا الرياضية، عندنا لسه فقرات كتير في صباح الخير يا مصر. خلينا نرجع على طول لرجائي والباسنت نتابع معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا منى.